بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة وحكم تاريخها، قال: أما المسألة الشركة وهو أنه هل يقتل في تارك الصلاة حدا كما يقتل المحارب والزاني، أم يقتل كما يقتل المرتد والزنديق؟ هذا فيه قولان للعلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما يقتل كما يقتل المرتد، وهذا قول سعيد بن جبير وعامر الشعبي وابراهيم النخعي وابي عمرو الاوزاعي وايوب التختياني وعبد الله بن مبارك واسحاق بن راهوي وعبد الملك بن حبيب من المالكيه واحد الوجهين في مذهب الشافعي، وحكاه الطحاوي عن الشافعي نفسه، وحكاه ابو محمد بن حزم عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وابي هريره وغيرهم من الصحابه. والروايه الثانيه يقتل حدا لا كفرا، وهو قول مالك والشافعي، واختاره ابو عبد الله بن ضبطه، اختار ابو عبد الله بن ضبطه هذه الروايه، وهي ايضا ترجيح ابن قدامه في المغني. قال: ونحن نذكر حجج الفريقين، وان انه عدم تكثير ذلك الطلاق يتحصل بذلك النقل مع النقل السابق في من لا يقتله اصلا، وهو ما ذكرهم قبل ذلك، قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب الزهري وابي حنيفه وداود بن علي والمزني صاحب الشافعي انه يخلص حتى يموت او يتوب ولا يقتل، مع الشافعي ومالك والروايه الثانيه عن الامام احمد. هؤلاء هم الذين لا يكفرونه بتركها. لذلك حجج هذا الفريق ليس فقط في حجج من يقول بقتله حدا لا كفرا، ولكن حجج ايضا من لا يخرجه من المله، وهي قد سبق الاشاره الى بعضها، وسوف ياتي ضمن هذه الحجج. قال: ونحن نذكر حجج الفريقين. قال: الذين لا يكفرونه بتركها، قد ثبت له حكم الاسلام للدخول فيه فلا نخرجه عنه الا بيقين. ثبت له حكم الاسلام بالدخول فيه بنطق الشهاده، وثبت بالولاده لمن ولد مسلما في احد ابوين مسلمين او لاحدهما، او بالسبي لمن رفع في السبي دون البلوغ في سبي مسلم منفصل عن ابويه. اذا ثبت له حكم الاسلام لم نخرجه منه الا بيقين. قالوا: وقد روى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وان عيسى عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكلمته القاها الى مريم وروح منه، والجنه حق والنار حق، ادخله الله الجنه على ما كان من العمل. اخرجه في الصحيح. طبعا صحتي على ما كان عمل، يعني مهما كان من عمل، وهذا ظاهر جدا في ان اصل النجاة من النار ودخول الجنة هو بسلامة الاعتقاد ووجود اصل الايمان في القلب، حتى ولو لم يظهر من ذلك على الجوارح عمل الله. قال: وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومعاذ رديفه على الرحل: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، افلا اخبر بها الناس فيسترشدوا؟ قال: اذا يتكلوا. فاخبر بها معاذ عند موته تأثما. متفق على صحته. والجمع بينها وبين احاديث الوعيد ممكن، وذلك ان حرمه الله على النار التي اعدت للكافرين اللي هي نار الخلود. حرمه الله على النار، حرم عليه الخلود في النار.
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رواه البخاري. عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية من القرآن يرددها حتى صلاة الغداء، وقال: دعوت لأمتي وأجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم تركوا الصلاة. فقال أبو ذر: أفلا أبشر الناس؟ قال: بلى. قال: فانطلق عمر، فانطلق فقال عمر: إنك إن تبعث إلى الناس بهذا يتكل عن العبادة. فناداه أن يرجع فرجع، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رواه الإمام أحمد في مسنده. فيه قدام بن عبد الله العامري ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر مقبول، وهو شاهد وله لما قبله وله شواهد هو نفسه ايضا، فالحديث حسن ان شاء الله. وفي المسند ايضا من حديث عائشه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدواوين ثلاثه، الدواوين عند الله ثلاثه: ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك، قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به، لا يعبأ الله به شيئا، فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم تركه أو صلاة تركها، فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز عنه إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا، فظلم العباد بعضهم بعضا، القصاص لا محالة. رواه أحمد وضعفه الألباني. وابن بابلوس فيه جهلة. وروي موقوفا من حديث عائشة وهو أقرب. وفي المسند عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. رواه أحمد ومالك في الموطأ وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي والبيهقي وابن حبان. صحح الحديث ابن عبد البر والنووي، صححه أيضا الألباني، وهو من أقوى الحجج في عدم تكفير تارك الصلاة تكاسلا، لأنه قال: ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وورود المغفرة عليه من الدلائل الظاهرة الصريحة في أنه ليس مشركا مخلدا في النار، فإن القرآن قد حبس من مات على الشرك الأكبر. قال: وفي المسند أيضا من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. رواه أحمد، رواه أهل السنن، وقال من حديث حسن. قال: وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي لفظ آخر: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي صحيح قصة الزاني بن مالك، وفيها: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي حديث الشفاعة يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. وفيه: فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قبل. حديث رواه في مسلم. ومن حديث أنس الطويل فيه والرواية لم يعمل خيرا قط، هذه رواية مسلم حديث أبي سعيد عطاء أبي سعيد. وفي رواية أنس حديث الشفاعة طريق وأرجو إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ثالثة فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وصل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله. قال: ليس ذاك لك، أو قال: ليس ذاك إليك،
ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. وهذا أيضا من أصرح الأحاديث، حديث أنس، وهو في المسلم وكذا حديث أبي سعيد كما ذكرنا، وفي رواية أبي سعيد المتفق عليه أيضا قال فيقال هؤلاء وتقاء الرحمن أدخله الله الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا، وهو بنفس معنى فيأخذ النار من لم يعمل خيرا قط، وفي نفس معنى إئذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقول ليس ذاك لك، ولكن وعزتي وجلالي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. وفي السنن والمسانيد قصة صاحب البطاقة الذي ينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، مد البصر، ثم تخرج له بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله فترجح سيئاته، ترجح البطاقة سيئاته، مش ترجح سيئاته، ترجح سيئاته، ولم يذكر في البطاقة غير الشهادة، ولو كان فيها غيرها لقال ثم تخرج صحائف حسناته فتوزن سيئاته. ويكفينا بهذا قوله صلى الله عليه وسلم فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، ولو كان كافرا لكان مخلدا في النار غير خارج منها. فهذه الاحاديث وغيرها تمنع من التكفير والتخريب، وتوجب من الرجاء له ما يرجى لسائر اهل الكبائر. وقالوا ولان الكفر جحود التوحيد وانكار الرساله والمعاد وجحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يقر بالوحدانيه شاهدا ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤمنا بان الله يبعث من في القبور، فكيف يحكم بكفره؟ والايمان هو التصديق وضده التكذيب، لا ترك العمل، ويمكن ان يقال وضده كذلك ضد الانقياد الاباء، لا مجرد الترك. قال فكيف يحكم المصدق بحكم المكذب الجاحد؟ قال المكفرون الذين رويت عنهم هذه الاحاديث التي استدلتم بها على عذاب التكفير، تكفير تارك الصلاه، هم الذين حفظ عنهم من الصحابه تكفير تارك الصلاه باعيانهم. قال ابو محمد بن حزم وقد جاء عن عمر بن الخطاب، عن عمر عبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل ومعاذ بن جبل وابي هريره وغيرهم من الصحابه رضي الله عنهم ان من ترك صلاه فرضا، من ترك صلاه فرض واحده متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد. هذا ذكره ابن حزم في حجج من يكفر ترك الصلاه، وابن حزم يرجح عدم التكفير. هذا النقل الذي ذكره ابن حزم مذكور لروايات مختلفه في مسند عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، وفي مصنف ابن ابي شيبه وغيرهم، والروايات ليست بهذا اللفظ، ولكن هذا الذي فهمه من يكفر تارك الصلاة كفرا ناقلا عن الملة، وإلا فالروايات عنهم ليست بلفظ كافر مرتد، ولكن بنحو لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، قول عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وقول معاذ فلو مت، اللي هو لمن أخطأ، لمن صلى صلاة غير صحيحة، لو مت على هذا لمت على غير الفطرة، ولو مت على على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ونحو هذا فيما يجمع عليه، لأن الجاهل الذي لم يحسن الصلاة لا يخرج من الملة بهذا. فهذا الذي قاله معاذ من باب التغليظ على الرجل، ومن باب أن هذا ليس الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا ما روي عن ابي هريره فقد برئت منه الجنه ونحو ذلك. فالالفاظ ليست بلفظ فهو كافر مرتد خارج من المله، لم يستعملوا هذا اللفظ، وانما استعملوا الالفاظ التي استعمل مثلها كثيرا في انواع من الذنوب والمعاصي اتفق العلماء على عدم التكفير بها، كنحو القول لا ايمان لمن لا امانه له، وهذا حديث ثابت، ولا دين لمن لا عهد له، لا ايمان لمن لا امانه له. فخائن الامانه باجماع المسلمين من اهل السنه لا يخرج من المله الذي خان الامانه، وانما يعني يقطع اذا كان جهد العاليه مثلا عند طائفه، وعند الجمهور انه خائن الامانه يعذر ولا يخرج من المله،
فلا إيمان مثل نفي الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر. فالألفاظ إذا ليست صريحة عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان بعضها فيه التصريح بالكفر فأعلى منه شأنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صرح بالكفر ومع ذلك تم حموله على الكفر الأصغر وارد كما ذكرنا هذه الأدلة. فقوله الذين رويت عنهم هم الذين كفروه، نقول أي تكفير؟ هل التكفير النفر عن الله أو نفي الإيمان الذي يستلزم العقاب؟ هذا الذي فيه النظر، والله أعلم. قالوا ولا نعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة، ولا نعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة، نحن لا نخالف فيما ثبت عن الفاظ من الصحابة، ونحن لا ننازع في تسمية تارك الصلاة كافرا، وإنما الكلام على معنى ما قصده على الصحابة من التكفير، هل هو مثل كفر العبد الآبق وكفر الذي انتسب لغير مواليه، وكفر من حلف بغير الله، وكفر من قال ما شاء الله وشئت، وكفر من قال لولا البط في الدار لفارقنا اللصوص، أم من جنس كفر اليهود والنصارى وعباد الأوثان؟ هذا الذي فيه النزاع، ولذلك قد يتمسك يقول هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر من كلامهم أنه كفر نكر عن الملة، وهذا الذي يجب حمله عليه. نقول الذين رويت عنه هذه الأحاديث هم الذين استعملوها في الرد على الخوارج في عدم تخليد عصاة الموحدين في النار، ولذلك نحن نقول أن مذهبهم في الاستدلال بالأحاديث التي رووها ليس فقط أنهم رووا الأحاديث مجردة، بل رووها للرد على الخوارج الذين يخلدون عصاة الموحدين في النار بل يحكون بشركهم وكفرهم، فاحتجوا بهذه الأدلة وخصوصا يعني مثل حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وأنه ربما كان حدث به كاملا وربما حدث به ناقصا هذا الجزء الأخير، وهو إذا به من قال لا إله إلا الله في المرة الرابعة، وأنه ليس للنبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو لله عز وجل، فكان عدد به ناقصا أحيانا إما نسيانا وإما خوفا من أن يظن بدعة الإرجاء، أن يظن دليلا لبدعة الإرجاء، لكنهم كانوا يذكرون هذا الرأي للرد على الخوارج، فدل ذلك على احتجاجهم بهذه الحديث على خروج عصاة الموحدين على إطلاقها. فلذلك نقول أن مذهب أولئك الصحابة في تكفير تارك الصلاة هو نفس ما نقلوه عن النبي عليه الصلاة والسلام في أنه كفر، ولكن المعنى إذا صح حمله بالأدلة على أنه كفر دون كفر فكلامهم أولى بالحمل من كلام النبي عليه الصلاة والسلام على أنه كفر دون كفر. قالوا وقد دل على كفر تارك الصلاة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. أما الكتاب فقد قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وجه الدلالة من الآية أنه سبحانه أخبر أنه لا يدع المسلمين كالمجرمين وأن هذا الأمر لا يليق بحكمته ولا بحكمه، ثم ذكر أحوال المجرمين الذين هم ضد المسلمين، فقال يوم يكشف عن ساق وأنهم يدعون إلى السجود لربهم تبارك وتعالى فيحال بينهم وبينه فلا يستطيعون السجود مع المسلمين عقوبة لهم على ترك السجود له مع المصلين في دار الدنيا، وهذا يدل على أنهم مع الكفار والمنافقين الذين تبقى ظهورهم إذا سجد المسلمون كما يامن البقر لو ولو كانوا المسلمين لأذن لهم بالسجود كما أذن للمسلمين. الاستدلال بهذه الآية وما بعدها يسير على نمط واحد، يعني ابن القيم رحمه الله نقلا عن المكفرين بتارك الصلاة يسير على نمط واحد، وهو أن الله قد ذكر من أوصاف الكافرين والمجرمين والمشركين ترك الصلاة، وهذا ليس دليلا على أن كل من ترك الصلاة فهو من المشركين، فإن الله سبحانه وتعالى يذكر أوصاف الكفرة وأوصاف المنافقين أوصاف متعددة بمجموعها
حصل شركهم وكفرهم واستحقوا خلود في النار. لا يلزم ان كل وصف من اوصاف الكافرين والمشركين مستقل في اثبات حكم الشرك والكفر عليه. فالله عز وجل قد وصفهم بالاجرام، وقد وصف بعض المسلمين بالاجرام، ولا شك ان كل مجرم له نصيب بقدر جرمه، له نصيب من العقاب. لا يلزم ان يكون كل مجرم بذلك من المجرمين المخلدين في النار، فسياتي ذلك واضحا اكثر في الادله الاتيه، وبعضها موطن اتفاق واجماع، مثل الخوض مع الخائضين وعدم اطعام المسكين. فعدم اطعام المسكين قد يكون عن ترك الزكاة ويكون فيه الخلاف ايضا، وقد يكون عن عدم اطعامه وقد احتاج الى الطعام بفرض انه قد ادى الزكاة مثلا بغير ترك الزكاة، مع انه الصحيح وجوب ان يطعم اذا كان جائعا، حتى لو كان ذلك من شخص قد ادى الزكاة، اذا كان مضطرا للطعام وجب اطعامه. وهذا باجماع العلماء، هذا النوع بقى اللي فيه خلاف اصلا في يجب هل يجب عليه ام لا، باجماع العلماء ليس ذلك من ايه؟ من الكفر. وكذا في الخوض في الباطل، فان كل من خاض في الباطل قد دخل في هذا الوصف، يخوض مع الخائضين. ولا يلزم من ذلك ان كل خوض يكون ايه؟ كفرا. فكل باطل خاض فيه انسان فله نصيب من الوعيد، وهكذا. فكثير جدا من الافعال التي يرتكبها الكفار ذكرت تحذيرا منها، وقد يقع فيها بعض المسلمين، ولا يلزم من ذلك ان يكون من فعلها وهو مسلم حكمه حكم الكفار. نقول ان الكفر ده وصف استحق لهم، صار وصفا لهم لمجموعه الصفات التي وجدت منهم، التي من ضمنها الكفر والتكذيب والشرك بالله عز وجل. فلو ذكر من ضمنها ترك الصلاه، الخوض في الباطل، عدم اطعام المساكين، الاستهزاء مثلا باهل الطاعه، يمكن ان يقع ذلك من بعض المنتسبين للاسلام، ولا يلزم من ذلك كما ذكرنا ان تكون كل صفه لنفسها مستقله في اثبات الحكم. ولذلك نقول الدليل اعم من الدعوه. الدعوه ان كل من فعل خصله من هذه يكون كافرا. لا، الدليل ان من كفر فعل هذه الافعال. معانا ولا مش معانا؟ الدليل اللي جاب اللي ذكروا ان الكفره كانوا بيعملوا كذا وكذا 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 وكذا. ماشي كده؟ ما يلزمش ان اي واحد يعمل الصفه دي يبقى ايه؟ يبقى كافر، لكن هذا من افعال الكفار، يبقى دليل على تحريم هذه الايه؟ الافعال. دليل على انه مشابه للكفار في ذلك، ودليل على ان هذا مما يؤدي الى الكفر ربما. ان المواظبه على ذلك تؤدي الى الايه؟ الى الكفر والعياذ بالله، لكن لا يلزم منها، لان الايه لم تذكر ان من مثلا ان كل من لم يسجد فهو من المخلدين في النار مثلا، وانما ذكرت ان هذه صفات الكفار انهم كانوا اذا دعوا الى السجود لم يسجدوا وامتنعوا من ذلك. ها؟ ذكر الله جاء آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذا وإذا وعد أخلف فإذا أؤتمن خان، وإن دي صفة أصلا يمكن أن توجد في منافق نفاق عملي وليس منافق نفاق الأربعة. هذه من فعل هذه الصفات هذه أفعال المنافقين، لا يلزم منها أن كل واحد يكون منافقا من فقر. فالكلام ده هننساق على ما يأتي بعد ذلك من الاستدلال. قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة. وبعدين أمر آخر في هذا الاستدلال، أن هؤلاء كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فيأبون، كانوا يأبون السجود. ولا نزاع أن من أبى وقال لا أسجد أن هذا تارك لأصل الانقياد. والحقيقة أن أكثر من نقل عنه التكفير، أكثر من نقل عنه التكفير، إنما قالوا بالتكفير إذا دعي فامتنع، إذا دعي إلى فعلها فامتنع، وظل على امتناعه ذلك الى ان يخرج الوقت والسيف على راسه او نحو ذلك. لذلك يقول ابن تيميه رحمه الله في شرح العمده، يقول انه يحكم بكفره في الوقت الذي يحل فيه قتله. يحكم بكفره في
في الوقت الذي وهو ما إذا دعي فامتنع، وليس بالترك المجرد كما يفتي كثير من العلماء المعاصرين. عامة من يقول بتكفيره يقول بتكفيره إذا امتنع وليس بالترك المجرد. الدليل الثاني قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. يقول هو المكان المستحضر اللي احنا قلناه في المرة الأولانية هنا فبيحاول يجاوب عليه، هنشوف الجواب ده كيف وجهه اللي قلناه في المرة الأولانية إن دي صفات إيه؟ بمجموعة مش كده؟ ما يلزمش من إن كل واحدة تكون إيه؟ مستقلة في التكفير. يقول فلا يخلو إما أن يكون كل واحد من هذه الخصال هو الذي سلكهم في سقر وجعلهم من المجرمين كل واحد أو مجموع واحد. فإن كان كل واحد منها مستقلا بذلك فالدلالة ظاهرة طبعا، وإن كان ده احتمال مرجوح طبعا لأن الآية ذكر أنهم يفعلون كذا وكذا وكذا وفيها من ضمنها وكنا نكذب يوم الدين اللي هو الكفر الناقل عن الملة في هذه الخصال. يقول وإن كان مجموع الأربعة وده الصحيح فهذا إنما هو لتغليظ كفرهم وعقوبتهم، وإلا فكل واحد منها مقتضي للعقوبة حق كل منها مقتضي للعقوبة، لكن يلزم إنها تكون عقوبة الكفر والخلود في النار أو ده الكلام في كده بقى إن الكفار عملوا أعمال كثيرة كل منها يستحقون بها إيه؟ عقابا، ونحن نقر ولا ننازع أن ترك الصلاة يلزمه إيه؟ العقاب، وكذا ترك إطعام المسكين وأن الخوض في النار يلزمه العقاب، لكن الكلام على أن هذا مستلزم لهذا النوع من العقاب وهو الخلود في النار أم لا؟ نحن مقرون بأن ترك الصلاة يستحق سقر، لكن يستحق أن يخلد فيها هذا الذي فيه نزاع، فكل واحد منها مقتضي العقوبة هذا حق، ولكن لا يلزم منها أن تكون العقوبة هي الكفر النهي عنها أو الخلود في النار. يقول إذ لا يجوز أن يضم ما لا تأثير له في العقوبة إلى ما هو مستقل بها، نعم هذا حق هذا له تأثير في العقوبة، ولكن لا يلزم أن هذا القول أنه له تأثير في العقوبة أن تكون عقوبته كعقوبة كل جزء من هذه الأجزاء كل فئة من هذه الأفعال أو مجموعها مع بعضها، معانا كده؟ يعني كل منها ذو أثر في العقاب، لكن هل يلزم منها أنها كلها تقتضي العقاب الأكمل الكامل؟ لا ما يلزمش لها تأثير. يقول ومن المعلوم أن ترك الصلاة وما ذكر معه ليس شرطا في العقوبة على التكليف ليوم الدين، بل هو وحده كاف في العقوبة، فدل على أن كل وصف ذكر معه كذلك، إذ لا يمكن قائلا أن يقول لا يعذب إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة، لا ممكن نقول لا يعذب عذاب الخلود إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة. نعم؟ أنا برد على الكلام لو كان ده كله رد يعني. فيقول فإذا كان كل واحد منها موجبا للإجرام وقد جعل الله سبحانه وتعالى المجرمين ضد المسلمين كان تارك الصلاة من المجرمين السالكين في سقر. احنا قلنا من أوضح ما يرد عليه أن عدم إطعام المسكين، من أعرض عن المسكين ولم يطعمه أخر الزكاة مثلا ولم يطعم دخل في هذا الوعيد واستحق أن يسلك فيه في سقر، لكن لا يكون مجرما إجراما من كذب يوم الدين أو جمع هذه الأوصاف. كذلك من خاض في الباطل مع الخائضين مستحقا مستحقا ان يترك في سقر، لكن لا يلزم ان يخلد فيها. ومن هنا قلنا ان كذلك من لم يكن من المصلين استحق ان يترك في سقر، لكن لا يلزم ان يخلد فيها. ايضا الدليل اعم من الايه؟ من الدعوه. الدليل اخص من الدعوه، يعني الدعوه اوسع من الدليل، الدليل يدل على حاجه معينه وانت الدليل على حاجه اوسع منها. وقد قال ان المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وقال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، فجعل المجرمين ضد المؤمنين المسلمين. واستعمل أيضا المجرمين في غير ذلك، المعنى ورد استعماله في أصحاب الذنوب وليس فقط في الكفار، لفظ الإجرام مثل لفظ الظلم ومثل لفظ الفسق استعمل في الكفرة وفي الذين انتسبوا للإسلام.
الدليل الثالث قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وجه الدلال أنه سبحانه علق حصول الرحمة لهم بفعل هذه الأمور، فلو كان ترك الصلاة لا يوجب تذكيرهم وخلودهم في النار لكانوا مرحومين بدون فعل الصلاة، والرب تعالى إنما جعلهم على رجاء الرحمة إذا فعلوها. هذا كلام استدلال ضعيف جدا، لأن هذا يصلح استدلال الخوارج أن يقول كل من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فالرحمة معلقة على طاعة الرسول، فلو عصى الرسول معصية لكان مرفوعا بغير طاعة الرسول، أليس كذلك؟ كلام الخوارج. ونحن نقول هذا الذي دخل النار ثم خرج منها قد رحمه الله سبحانه وتعالى بعد أن عذبه على ذنبه، وإنما الآية في الرحمة بلا عذاب، الآية في الرحمة فمن أقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الرسول رحمه الله ولم يعذبه قط ولم يعذبه أصلا. لكن لو صح هذا الاستدلال لكان حدة للخوارج، وهو الحمد لله لا يقول بقولهم ولا يقول بقولهم أحد أهل العلم ومن أهل السنة، لأنهم خالفوا الأحاديث الصريحة دل ذلك على ضعف هذا الاستدلال. إذن لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لو أي طاعة تركت للنبي عليه الصلاة والسلام تركت لكان للقائل أن يقول فهذا علق رسول الرحمة على فعل هذا الأمر، فلو كانت طاعة الرسول لا توجب تكفيرهم، فلو كان ترك طاعة الرسول لا توجب تكفيرهم وخروجهم في النار لكان مرحوما بدون فعله، وهذا ليس بصحيح. لذلك نقول طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم المقصود التزام الطاعة، التزام الطاعة، فقل مثلها أيضا في التزام أداء الصلاة وإيتاء الزكاة، والله أعلى وأعلم. أو قال كما ذكرنا أن الرحمة هنا هي الرحمة المطلقة، وهي الرحمة التي ليس معها عذاب، فمن أقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الرحمة المطلقة من غير أن يعذب في النار، وأما من ترك شيئا من ذلك فهو في خطر، وهو إذا رحم لم يرحم تلك الرحمة التامة، بل يرحم بعد أن يعذب في النار إلا إن شاء الله عز وجل غير ذلك. الدليل الرابع قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقد اختلف السلف في معنى السهو عنها، فقال سعد بن أبي وقاص ومسروق بن الأجدع وغيرهما وتركها حتى يخرج وقتها، إسناده حسن. وروي في ذلك حديث مرفوع رواه محمد بن نصر المروزي عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون فقال هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وهو حديث ضعيف. رواه ثقة الحفاظ موقوفا، قال البياقي وهذا الحديث انما صح موقوفا، وعكرمة بن ابراهيم قد ضعفه يحيى بن معين اي واحد وغيره، وذكر ابي تمية وقال عكرمة بن ابراهيم ضعيف جدا فلا يصح مرفوعا. الغلط ده مقصود الكلام على السند يعني، اما ان هذا فويل للمصلين الذين هم صلاتهم ساهون والذين هم صلاتهم وقتها ثابت عن سعد بن الوقاص. قال حماد بن زيد حدثنا عاصم عن مصعب بن سعد قال قلت لأبي يا أبتاه أرأيت قول الله الذين هم عن صلاتهم ساهون أينا لا يشكو أينا لا يحدث نفسه؟ قال إنه ليس ذاك ولكنه إضاعة الوقت. وقال حيوة بن الصريح أخبرني أبو صخر أنه سأل محمد بن كعب القرضي عن قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون قال هو تاركها، ثم سأله عن الماعون قال منع المال من حقه. رواه محمد بن نصر، هذا مثل المقول الاول الا انه هنا عبرها بتاركها، وهنا قال سعد بن ابي وقاص تركها حتى يخرج وقتها. قال اذا عرف هذا فالوعيد بالويل اضطرد في القران للكفار كقوله وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون، وقوله ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، إلى قوله لهم عذاب مهين، وقوله ويل للكافرين من عذاب شديد، إلا في موضعين وهما ويل للمطففين وويل لكل همزة لمزة. فعلق الويل بالتطفيف وبالهمز واللمز، وهذا لا يكفر به بمجرده، فويل تارك الصلاة إما أن يكون ملحقا بويل الكفار أو بويل الفساق، فإلحاقه بويل الكفار أولى لوجهين،
أحدهما أنه قد صح عن سعد بن أبي وقاص في هذه الآية أنه قال لو تركوها لكانوا كفارا ولكن ضيعوا وقتها. الثاني ما سنذكره من الأدلة التي على كفر لنا الكلام عليه. ونقول أنه لو تركوها كانوا كفارا هو صح عنه أنه قال تركوها حتى للوقت. ومن تركها حتى يخرج الوقت فهذا إيه؟ قد تركها. وقد ذكرنا أن الراجح لدى من يقتل تارك الصلاة من جهة الدليل أنه حتى تخرج الصلاة عن وقتها. أنه يترك حتى إذا خرج الصلاة عن وقتها فإنه يقتل إذا خرجت الظهر إلى المغرب والعصر إلى المغرب والصبح إلى طلوع الشمس. فهذا قد تركها حتى خرج وقتها ومع ذلك فسمي وكونه يعني له الويل لا يلزم منه أن يكون ويل الكفار. الأقرب للأحاديث التي ذكرنا التي ذكرها المانعون من التكفير أن يلحق ويل لتارك الصلاة بويل الفساق وليس بويل الكفار. وقول سعد لو تركوها لكانوا كفارا وهذا أشد وأغلب في التسمية ولا يلزم منه الكفر النكر عن الله. يقول يوضحه هو الدليل الخامس وهو قوله سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال شعبة بن الحجاج ذكر السند عن عبد الله بن مسعود هذه الآية قال ونهر في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر. منقطع بين أبي عبيدة وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. رواه ايضا من رواه محمد بن نصر عن ابي امامه البهلي قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو ان صخره زنت عشر عشر غابات النخل وشراء اللي هي الحامل النخل التي يطنيها ولدها لو ان صخره زنت عشره عشر غابات قذف بها من شفير جهنم ما بلغت قعرها سبعين خريفا ثم تنتهي الى غي واثام. قلت وما غي واثام؟ قال بئران في اسفل جهنم يسيل بهما صديد اهل النار. هذا الذي ذكره الله في كتابه فسوف يلقون غيا. واثام سوف يلقون غيا. هذا حديث رواه محمد بن مروزي وفي اسناده محمد ابن زياد هو ابن زبار ترجم له البخاري وسكت عليه وترجم له ابن ابي حاتم جرح التعديل. قال ابو حاتم كان شيخا شاعرا قال ابن معين في روايه لا شيء. قال صالح محمد ليس بذلك. قال ابو حاتم الرازي محمد بن زياد بن زبار الكلبي روى عن ابي مولود المديني وقال رايت شرقيا بن الخطمي ولم اسمع منه. فهذا الاسناد قال الهيثمي فيه ضعفاء قد وثقهم ابن حبان وقال يخطئون. فهذا الحديث ضعيف ورفعه غريب منكر. ورده ابن كثير عن ابن جرير وقال هذا حديث غريب ورفعه منكر. الحديث له شواهد من رواية ابي هريره وبريده وابي موسى وانس صححه الشيخ الالباني. لكن الحديث فيه ضعف كما ذكرنا من كل طرقه. روى محمد بن نصر ايضا عن ابي هريره الباهلي قال ان ما بين شفير جهنم الى قعرها مسيره 50 خريفا من حجر يهوي او قال صخره تهوي عظامها كعشر عشرات عظام الجنان. فقال له مولى لعبد الرحمن بن خالد بن الوليد هل تحت ذلك من شيء يا ألا أمامة؟ قال نعم غي وآثام. قال أيوب بن بشير عن سكير بن نافع قال إن في جهنم واليا يسمى غيا يسيل دما وقيحا فهو لمن خلق له. قال تعالى فسوف يلقون غيا فوجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه جعل هذا المكان من النار لمن ضي لمن اضاع الصلاه واتبع الشهوات. ولو كان مع الوصاة المسلمين لكانوا في الطبقه العليا من طبقات النار
ولم يكونوا في هذا المكان الذي هو أسفلها. هذا كلام لم ليس عليها بالتفصيل. فإن دركات جهنم لا ندري كيفيتها. ومن قال أن هذا هو الدرك الأسفل؟ هل قال هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أن ذلك هو الدرك الأسفل من النار من الدركات الأخرى؟ فربما كان هذا أسفل الطبقة الأولى ولا مانع من ذلك، فنسأل الله العافية وفيها كفاية. ولكن لا يلزم مما ذكر من الحديث أن هذا هو أسفل الدركات كلها. هذا يسير فيه صدر أهل جهنم، ويمكن أن يكون هذا الوادي ممتدا، ويمكن أن يكون نهرا له امتدادات في أماكن مختلفة من جهنم والعياذ بالله. ولا شك أن أهل الطبقة العليا لهم أيضا طريق، ولها في هذه الطبقة لها قعر أيضا، وهم متفاوتون فيها. فلا يلزم من ذلك أن يكونوا يعني أن يكون من دخل هذا الوادي أو هذا النهر والعياذ بالله أنه يكون في أسفل الدرجات. يمكن أن يكون هو هناك ما هو أسفل من هذا أيضا، هذا في أسفل جهنم وهناك ما هو أسفل منها، والله أعلم. يقول ولم يكونوا في هذا المكان الذي هو أسفلها، فإن هذا ليس من أمكنة أهل الإسلام بل من أمكنة الكفار. ومن الآيات الجليل الآخر وهو قوله تعالى فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فلو كان مضيع الصلاة مؤمنا لم يشترط في توبته الإيمان، وأنه يكون تحصيرا للحصر. نحن نقول تارك الصلاة ليس بمؤمن، ولكن لا يلزم من نفي الإيمان التكفير المخرج من الملة والمخلد في النار. الزاني ليس بمؤمن، فلو قيل لابد للزاني أن يؤمن لكان صحيحا، ولا يلزم من ذلك أنه خارج من الملة وأن ذلك تحصير حاصل. لا، هذا عنده أصل الإيمان ويحتاج إلى تكميل الواجب منه، فلا بد أن يؤمن ولا بد أن يتوب ويؤمن. فهكذا نقول في من ترك الصلاة واتبع الشهوات، فمتبع الشهوات ليس بمؤمن، فلا بد أن يكون أيضا لا بد أن يحقق الإيمان. وهذا من أيضا أقوى الدلالة، لأن اتباع الشهوات هذا اتباع الشهوات لا يلزم منه أن كل من تبع الشهوات وفعل المحرمات يكون في هذا الواجب أسفل القعر. وكل أهل العلم يقولون أن متبع الشهوات غير المكفرة مثل الزنا وشرب الخمر ونحو ذلك ليس بخارج الملة، لا يكون في أسفل في الدرك الأسفل من النار، ولا يكون كافرا، وإنما ليس بمؤمن. فلا بد أن يحقق الإيمان ويحصل القدر الواجب منه، فهذا شرط توبته حتى ينجو عند الله سبحانه وتعالى. الدليل الثالث قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، علق قوتهم بالمؤمنين بفعل الصلاة، فإذا لم يفعلوا لم يكونوا إخوة فلا يكونون مؤمنين. ده استدلال بالمنطوق بالمفهوم، إنما إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يبقى مفهومها إن هو إذا ما عملوش يقول ليسوا إيه؟ إخوان. ده إحنا المنطوق نفسه عندنا ما هو منطوق اللي هو أقوى من المفهوم في ترك الزنا وفي فعل الزنا وفي فعل ايه السرقة وشرب الخمر. لا يؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يؤمن. ده عندنا منطوق اهو بيصرح انه ليس بمؤمن، مش بالاستدلال بالمفهوم بالمنطوق بالمفهوم اقصد هو ليس هذا استدلال بالمفهوم، وهو انه ليس اخا لنا في الدين. نعم هو ليس باخا لنا في الدين وليس بمؤمن، ولكن هذا لا يلزم منه ليه الخروج من الملة. الدليل السابع قوله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلما كان الإسلام تصديق الخبر والانقياد للأمر جعل سبحانه وتعالى له ضدين، عدم التصديق وعدم الصلاة، وخبر التصديق بالتكذيب والصلاة بالتولي. فقال ولكن كذب وتولى. الكلام ده هنقوله على ايه؟ ما نقول فيه ما ذكرناه في أول مرة، ولأن دي صفات مين؟ الكفار. عملوا كذا وكذا وكذا، لا يلزم ان كل صفة تكون ايه مستقلة. ثم اننا نقول ان من امتنع عن الصلاة ايذاء ورفضا كما امتنع منها ابو جهل وكما امتنع منها الاحمس بن شريح وكما امتنع منها ابليس متكبرا فهو كذلك. نحن لا ننازع في ان الابي الممتنع من الصلاة ايذاء واستكبارا هو متولي عنها فهو خارج منها. نقول فكما ان المكذب كافر فالمتولي عن الصلاة كافر.
فكما يزول الإسلام بالتكذيب يزول بالتولي عن الصلاة. قال سعيد عن قتاله: فلا صدق ولا صلى، لا صدق بكتاب الله ولا صلى لله، ولكن كذب وتولى، كذب بآيات الله وتولى عن طاعته. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، وعيد على إثر وعيد. هذه الطريقة لو تلم الاستدلال بها أنه صحيح على تفسير الصلاة لكانت هذه الكلمة من كلام القتادة وتولى عن طاعته تقتضي أن كل من ترك طاعة يكون إيه؟ كافرا. هذا لا يقوله لا قتادة ولا غيره ولا ابن القيم رحمه الله. فهذا يدل على أن الدليل أيضا أخص من الدعوة، الدعوة أعم من الدليل، أوسع من الدليل. الدليل هذا في من فعل هذا كفرا وتكذيبا وردا لأمر الله عز وجل، لا يلزم أن كل من فعل هذا يكون آبيا، لا يلزم أن كل من فعل هذا يكون مستكبرا. الدليل الثاني قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال ابن ريب: سمعت عطاء بن ابي رباح يقول هي الصلاه المكتوبه. وجه الاستدلال بالايه ان الله حكم بالخسران المطلق لمن الهاه ماله وولده عن الصلاه، والخسران المطلق لا يحصل الا للكفار، فان المسلم لو ولو خسر بذنوبه ومعاصيه فاخر امره الى الربح. يوضحه انه سبحانه وتعالى اكد خسران تارك الصلاه في هذه الايه بانواع من التاكيد: اتيانه بلفظ الاسم الدال على ثبوت الخسران ولزوم الخاسرون دون الفعل لأن فقد خسر الدال على التجدي والغلب. الثاني تصدير الاسم بالالف واللام الخاسرون والمؤدية لحصول كمال المسمى لهم، فإنك إذا قلت زيد العالم الصالح أفاد ذلك إثبات كمال ذلك له بخلاف قولك عالم صالح. الثالث إتيانه سبحانه بالمبتدأ والخبر معرفتين، وذلك من علامات انحصار الخبر في المبتدأ كما في قوله تعالى: وأولئك هم المفلحون، وقوله: والكافرون هم الظالمون، وقوله: أولئك هم الكافرون حقا ونظر إليه. الرابع إدخال ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر اللي هو أولئك هم، وهو يفيد مع الفصل بفائدتين أخرين: قوة الإسناد واختصاص المسند إليه، إسناد الصفة إلى الموصوف إذا فيها قوة، واختصاص المسند إليه الصفة دي توصفت بهذا الشخص يبقى مختصة به دون غيره، كقوله: وإن الله لهو الغني الحميد. وهذا الاستدلال أيضا فيه نظر، فإن كل من ترك ذكر الله الواجب عليه داخل في الآية بظاهر الآية، فلو ترك العلم الواجب عليه ولو ترك ما يلزمه من حفظ القرآن الذي لا تصح صلاته إلا به فإن هذا من الخسران بلا شك، ولا يلزم من ذلك تكفيره. فالخسران لا يلزم منه أن يكون الخسران مطلق خسران الكفار، لكن حصول مطلق الخسران قد خسر نوعا من الخسران هو في درجة من درجة الخسران، والتأكيد على حصول الخسران حاصل، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون كافرا. الله أعلم. الدليل التاسع قوله سبحانه: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه نفى الإيمان عمن إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا سجدا مسبحين، يعني إنما تدير الحص، يبقى ليس بمؤمن من لم إذا ذكر لم يخر، مفهوم المخالفة برضه، من ليس بمؤمن من إذا ذكر لم يخر سجدا ولم يسبح بحمد ربه أو قد تكبر. وإحنا قلنا متفقين إذا نفي الإيمان ونحن مقرون بنفي الإيمان، لكن لا يلزم من نفي الإيمان الخروج من الملة. نفى الإيمان عمن إذا ذكروا آيات الله لم يخروا سجدا مسبحين بحمد ربهم. ومن أعظم التذكير بآيات الله التذكير بآيات الصلاة، فمن ذكر بها ولم يصلي لم يؤمن بها، لأنه سبحانه خص المؤمنين بها لأنهم أهل السجود، وهذا من أحسن استدلاله وأقربه. فلم يؤمن بقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، إلا من التزم إقامتها. نحن نقول ذلك، نحن نقول أنه ليس بمؤمن ولا يلزم من ذلك ما ذكرنا من المؤمن، لازم من ذلك أن يكون كافرا. الدليل العاشر قوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. ذكر هذا بعد قوله تعالى: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون.
ثم توعدهم على ترك الركوع وهو الصلاة إلى دعو إليها، ولا يقال إنما توعدهم على التكذيب، توعدهم على التكذيب الذي أدى إلى ترك الصلاة، هذا هو الجواب. توعدهم على أنهم كذبوا فلم يركعوا حينئذ، أمروا بالركوع لأجل تكذيبهم، فهذا في المكذب بوجوب الصلاة. زي ما قلنا برضو في الاستدلال الأول خالص إن هذه أوصاف المكذبين الكافرين، لا يلزم إن كل وصف منها يكون مستقلا في إثبات الحكم، مثل كل مجرم وكل متمتع بالحرام. فلو قيل له كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، واحد بيأكل الربا والظلم والغصب أليس مجرما؟ مجرم ويتمتع قليلا، نعم، وهو لا يلزم أن يمكن أن يكون مكذبا. إذا كان مكذب بتحريم الربا ومكذب بشرع الله عز وجل فهو خارج من الملة، ويمكن أن يكون مصدقا بشرع الله لكنه كذب بعمله فيكون متوعدا بهذه الوعد ولا يكون خارجا من الملة ككل كالمكذبين. طيب الكلام إن الآية في المكذبين الخارجين من الملة، فهؤلاء الذين توعدهم الله هذا الوعيد. يقول: ثم توعدهم على ترك الركوع والصلاة إذا دعوا إليها، ولا يقال إنما توعدهم على التكذيب، فإنه سبحانه وتعالى إنما أخبر عن تركهم لها وعليه وقع الوعيد. على أن نقول: لا يصر على ترك الصلاة إصرارا مستمرا من يصدق بأن الله أمر بها أصلا، فإنه يستحيل في العادة والطبيعة أن يكون الرجل مصدقا تصديقا جازما أن الله فرض عليه كل يوم وليلة خمس صلوات، فأنه يعاقبه على تركها شد العقاب وهو مع ذلك مصر على تركها، هذا من المستحيل قطعا. فلا يحافظ على تركها مصدق بفرضها أبدا. كلام في منتهى الخطورة، كلام يعني باطل في الحقيقة، لأن ذلك يمكن أن يستدل به الخوارج بعينه. أي واحد، نقول واحد بيشرب الخمر مدمن على شرب الخمر، واحد مدمن على الزنا، واحد مدمن على أي معصية وهو مصدق لأن الله عز وجل حرمها، لكن لم يستحضر في قلبه ساعة المعصية، هذا الأمر، وهذا وارد جدا، يكون عنده أصل التصديق لا كماله الوارد. إن كان يقصد بذلك أنه لا يكون مصدقا بها التصديق الواجب عليه تمام، ولكن هذا لا يلزم منه زوال أصل التصديق. أما إذا كان يقصد بذلك أنه لا يكون مصدقا من فعل هذا، فيكون كل مصر على معصية كاسر خارج من الملة غير مصدق بتعليمه، وهذا قول الخوارج بعينه. النزاع بين أهل السنة وبين الخوارج إنما هو في مسألة الإصرار على المعصية وليس على مجرد في فعلها، لأن أهل الخوارج يقولون بالتوبة إنه لو تاب قبل التوبة ودخل في الإسلام مرة ثانية، لكن الخوارج يقولون أن من أصر على المعصية ومات مصرا عليها فهو كافر خارج من الملة. فهذا الكلام بعينه يمكن أن يحتج به الخوارج، والحمد لله أنه لا يقول بقولهم ولا يقوله عالم من أهل السنة، لأن ذلك دل ذلك على ضعف هذا الاستدلال، وهو أنه مصدق تصديقا ضعيفا. هذا وارد جدا في كل إنسان يعرف ضرر شيء معين. أنا نقول: هل لم يصدق بضرر السجائر من ظل يشربها ليل نهار؟ ولو قلت له لك والله العظيم عارف إنها ضرر، وعارف إنها بتضيع فلوسه، واللي بيشرب مخدرات وخمر ألا يعلم ضررها ومصدق بضررها؟ لكن شهوته إيه؟ تغلبه. فهذا التصديق تصديق ناقص صحيح، نعم تصديق لا يعني لم يحقق بقدر الواجب، لكن لا يلزم منه ان يكون مكذبا. وهذا الذي كما ذكرنا كثيرا ما يشرب الخمر اليس مصدقا ان الله عز وجل قد حرمها؟ قطعا مصدق، ولكن مدمن على شربها تغلبه شهوته كل مره، لا يلزم ان يكون مكذبا. فالكلام ده يعاقبه الله وليس انت بعقاب، نعم للاحاديث في 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 شرب الخمر كثيرة جدا، في عقوبة شرب الخمر، وكذا عقوبة الزاني وعقوبة السارق يعاقبه عليها أشد العقاب، ومع ذلك لا يلزم من ذلك أن يقال هذا من المستحيل قطعا، هذا من المستحيل يكون مصدقين لهذا قول الخوارج والمعتزلة. والحمد لله ليس قوله، فاستدلال ضعيف كما ذكرنا. يقول: فإن الإيمان يأمر صاحبه به، صح، الإيمان الإيمان إذا اكتمل في القلب أمره أمرا مزعجا ملزما اخرجه بالقطع الى حيز الفعل من مجرد الحديث للنفس والعزم، ده الايمان الواجب. اما الايمان الضعيف جدا وهارد جدا ان يكون
لا يؤثر في الإخراج، إخراج الإنسان من حيز العزم على الفعل أو القبول بالفعل إلى حيز الفعل. صراحة يقول: فحيث لم يكن في قلبه ما يأمر بها فليس في قلبه شيء من الإيمان. حيث لم يكن بيقول في قلبه ما يأمره بها، لا هو فيه ما يأمر بها لكنه ايه؟ ضعيف. فليس في قلبه شيء من الإيمان، هو الإيمان الواجب لكن ليس في قلبه شيء من الإيمان بالكلية. لا، ولا تصغي إلى كلام من ليس له خبرة ولا علم بأحكام القلوب وأعمالها. وتأمل في الطبيعة بأن يقوم بقلب العبد إيمان بالوعد والوعيد والجنة والنار، وأن الله فرض عليه الصلاة، وأن الله يعاقبه معاقبة على تركها وهو محافظ على الترك في صحته وعافيته وعدم المانع وعدم الموانع المانعة لهم الفعل. هذا القدر هو الذي خفي على من جعل الإيمان مجرد التصديق، وإن لم يقارنه فعل واجب ولا ترك محرم. هذا من أمحل المحال، أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا تقاضاه فعل طاعة ولا ترك معصية. ونحن نقول: الإيمان هو التصديق، ولكن ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق مخجل دون الانقياد له. ولو كان مجرد اعتقاد التصديق ايمانا لكان ابليس وفرعون وقوم صالح واليهود الذين عرفوا ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابنائهم مؤمنين مصدقين. نحن لا نقول ذلك قطعا، نحن نعلم ان التصديق الانقيادي لكن كما ذكرنا قد يضعف فلا يظهر اثره، وهذا سبب ظهور المعاصي اصلا من المؤمنين. المؤمنون يعصون الله عز وجل مع قيام الوعد والوعيد بقلوبهم، التصديق بالوعد والوعيد وعدم رد شرع الله وعدم الخروج من الانقياد بالكلية كما خرج ابليس، عدم الاباء والرد. ولكن لما ضعف الايمان لم يظهر اثره على الجواش. هذه هي المسألة المهمة جدا في هذا الفصل للرد على كلام ابن القيم رحمه الله وغفرانه. هو ليس صريحا، ولكن هو بيقول ان دي نفس الكلام الشغل اللي دخلت يعني، لكن هذا ليس صريحا، ان هو من الذي يجرؤ على ان يتهم من ذكرنا بالارجاء؟ يجرؤ ذلك يبقى انسان متشبث فعلا على اهل العلم. وهذا لم يقل هو، انك ما ذكرها مساله خلافيه بيناقش الادله كما ينبغي. هو سيذكر يعني الرد على هذه الإجابات على الحجج اللي ذكرها. قال: وقد قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك، أي يعتقدون أنك صادق، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، والجحود لا يكون إلا بعد معرفة الحق. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى عن اليهود: يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. المسألة دي ومتفق عليها، وهو أن الإيمان ليس مجرد المعرفة والتصديق فقط، بل لابد من وجود أصل الانقياد، لكن كما ذكرنا قد يضعف. أبلغ من هذا قول النفرين اليهوديين لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألاه عما دلهما على نبوته، فقال: نشهد أنك نبي. فقال: ما يمنعكما من اتباعي؟ قالوا: قال إن داود دعا أن لا يزال في ذات نبي. ده دليل أنهم مش متبعين للنبي عليه الصلاة والسلام مع شهادتهم له بالنبوة. دليل أنهم لا يتبعون، لا يرون متابعة، ويقولون: أنت نبي إلى العرب ونحن ننتظر النبي من نسل داود. فلم يشهدوا بعموم نبوته ورسالته، ولذلك لم يتبعون. قال: وإن نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا اليهود. رواه أحمد. فهؤلاء قد أقروا. هو فيه سليمة. فهؤلاء قد أقروا بأسانيدهم إقرارا مطابقا لمعتقدهم أنه نبي، ولم يدخلوا بهذا التصديق والإقرار في الإيمان، لأنهم لم يلتزموا طاعته والإنقياد لأمره. وهذا الذي نقوله، نحن نقول: لابد من الالتزام الإجمالي ليس التفصيلي. التفصيلي شرط في الإيمان الواجب، الالتزام الإجمالي بالطاعة شرط في أصل الإيمان. يقول: ومن هذا كفر أبي طالب، فإنه عرف حقيقة المعرفة أنه صادق، وأقر بذلك بلسانه، وصرح به في شعره، ولم يدخل بذلك بالإسلام، لأنه إذا حقيقة أنه لم يدخلش بالإسلام، أبى أن يقول إيه؟ لا إله إلا الله، أبى أن ينطق، وقال: لولا أن يقول: اسحب الله عليك الجزع لأقررت بها
عين، إذا لا يعتبر كفره. ونحن نقول أنه لو وجد من قلبه أصل الانقياد لنطق قطعا، النطق باللسان ده ركن الأركان وده نابع من التصديق الباطل والانقياد الباطل. يقول فالتصديق إنما يتم بأمرين، أحدهما اعتقاد الصدق هو قول القلب، والثاني محبة القلب وانقياده هو عمل القلب. ولهذا قال تعالى إبراهيم يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وإبراهيم كان معتقدا بصدق الرؤيا من حين رآها، فإن رؤيا الأنبياء وحي، وإنما جعله مصدقا لها بعد أن فعل ما أمر به. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم والفرج يصدق ذلك ويكذبه، فجعل التصديق عمل الفرج ما يتمنى القلب، والتكذيب تركه لذلك. فهذا صريح في أن التصديق لا يصح إلا بالعمل، والصحيح هو التصديق لا يكتمل إلا بالعمل، أو التصديق الكامل لا يصح إلا بالعمل الناشي، وهو نفس المعنى. وقال الحسن ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما أقر في القلب وصدقه العمل. وقد روي هذا مرفوعا، والمقصود أنه يمتنع مع التصديق الجازم بوجوب الصلاة والوعد على فعلها والوعيد على تركها. لا يمتنع التصديق مع تركها، امتنع التصديق، نقول التصديق الجازم يبقى خلاص، يبقى انت يبقى الكلمه دي انتهت من ايه؟ يبقى لو تقصد التصديق الكامل يبقى خرجنا من الاستدلال بهذا على تفسير تلك الصلاه، لاننا نقر بان فعلا لازم التصديق الكامل الانقيادي الذي يترتب عليه العمل. نعم هذا مفقود من تلك الصلاه، وليس فقط من تلك الصلاه، ومن الزاني ومن شر الخمر ومن كل فاعل لمعصية قد توعد الله عز وجل عليها بأنواع الوعيد. لو كان في قلبه التصديق الجازم ولو كان في قلبه التصديق الكامل للزم ترك ذلك، لكن عنده تصديق ضعيف وإيمان ضعيف لم يقوى على أن يغلب الشهوة، ومن هنا ترك الواجب وفعل المحرم. عامل كده؟ سيد السنة يكون مرة قادمة إن شاء الله. الغرض يعني من ذلك المناقشة العلمية لهذه الاستدلالات وإما ما يكون من أدلة في يعني أو أخذ رد في الأدلة المستدلة بها. قول الله عز وجل لآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا سبحوا الحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وهنا ممكن يكون المعنى أنهم يخرون غير مستدلين على الحالية، هو ده الصح أصلا، مش ممكن، هو ده معنى الآية أصلا، وهم لا يستكبرون حالهم فيكون مفهوم مخالفة. إنما لا يؤمن من لم يسجد ولم يسبح استكبارا، هذا كلام صحيح، ويكون كفره كفرا أكبر. نسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين. ونخص الأخ صاحب السؤال. وذكرته من حديث من نأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عبدالله إن شاء الله فعلا. يقول شيخ الإسلام يضعف الاستدلال. نعم أنا أعرف أن شيخ الإسلام يضعف الاستدلال، لكن الحديث ظاهر، نص الحديث ظاهر، والشيخ الإسلام يحمله على ترك الخشوع أو على ترك بعض واجبات الصلاة، ولكن الحديث ظاهر في أنه ترك ومن لم يأتي بهن. قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق ادم على صورته، في بعض الروايات سوره الرحمن، وهذه زياده شاذه، الزياده دي لم يخرجها البخاري ولا مسلم، وضعفها الشيخ الالباني، واحتج بها الشيخ التوزيري على خلق ادم على صوره الرحمن على فرض صحه الروايه. قلنا ادم على صوره الرحمن بس كنا نقول اليد غير يد والعينان غير العين، فبقي الخلاف لفظي محض، وما هو الا خلاف في زياده حديث صح. بس احنا هو الخلاف بعد التفسير بهذه الطريقه غلط، ما هو الاثنين من اهل السنه اللي بيقولوا كده، اللي بيقولوا ان الروايه صحيحه واللي بيقولوا ضعيفه الاثنين ايه؟ من اهل السنه، واللي بيصححوها ما بيقولوش ان ربنا يشبه الخلق، محدش بيقول كده ابدا، ولكن بيقولوا ان ايه؟ ان فيها اثبات الايه؟ الصور، ونحن نثبت الصور في الحقيقه، لكن نقصوها لك في ايه؟ لا في الصور. الخلاف يعني لفظي في من جهه تفسير عليه، لكن مساله ان ال مفيش خلاف في عدم التشبيه؟ نعم مفيش خلاف. في خلاف حقيقي في التصحيح وتضعيف؟ نعم، لان واحد بيقول الروايه صحيحه والثاني بيقول الروايه ايه؟
يبقى بالمعنى ضعيف. بعض الساده المؤلفين في بعض كتب الفقه ذكر انكار الرزق مثلا، او قال ان هو ليس في الاسلام نص من الرزق، فالاخ ده استبعد ان يكون لم يطلع على الايات والاحاديث. قد يطلع عليها ولكن لا يتضح له يعني ايه ان هذا الامر وجه الدلاله منها على ما ينكره. يكون وفرته الادله لكن ذهل عنها الهزيمه النفسيه او نحو ذلك مساله وارده ان تفصل تخلي الانسان يذهل عن شيء معين، زي شده الفرح وشده الغضب، ان هو عايز يرد على الاعداء فمش عارف يرد، فانشغل في الرد عنهم بان هو يقول الكلام اللي هو في الحقيقه يدل دلاله يعني مخالفه تمام الكلام لادله الكتاب والسنه في ادراك الذكاء. لا شك ان هذا الامر مع منزله العلماء المتكلم عنهم يعني تجعلنا نقول هذا تاول واخطا وجهل دلاله الايات على اباحه الذكاء. رمي كتاب فيه ايات من القران هذا من الكفر، وهنا الحديث يقول كذلك. ان علم صحه الاحاديث التي فيها وقصد اهانه ذلك الكتاب فهو كذلك. واما ان كان الكتاب على سبيل المثال متضمنا لاحاديث صحيحه بل ولايات ولكنه متضمن لبدع وضلالات ولم يقصد اهانه ما في كتاب ما فيه من الايات لم يكن هذا كفرا. فرمي كتاب فيه ايات، يعني لو قلنا كتاب مثلا الفتوحات المكيه، لو واحد رماه وحرقه غلظا منه وهو يعلم ان فيه ايات بس هو مش قصده يعني في الايات ده، قصده ايه؟ إهانة الكلام الباطل اللي فيها في سلسلة الآيات. هل إذا زال أصل واحد من أصول أعمال القلب يزول باقي أصول الأعمال القلبية كذلك؟ لا ما يلزمش، بل يزول الإيمان. كونه يتواجد في قلبه حاجة ثانية ممكن يكون موجود. يعني أبو طالب كان بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن زال من قلبه أصل الانقياد فهو زائل الايمان، ما قلتش لا ده زال من قلبي اصل حب النبي عليه الصلاه والسلام. ولا يلزم ذلك، مش لازم تزول ان واحد منها يزول يبقى كله زال، لا ممكن يبقى شيء منها مع زوال الايمان، يمكن ان يوجد. ها؟ ما ينفعوش صح، ما ينفعوش الثانيه، لازم كلها توجد. سؤال طويل جدا. رجل دعي لصلاه اكثر مره وهو لم يزل يصلي اطلاقا، ما حكمه؟ احنا في بقالنا مرتين بنتكلم في ما حكمه هو ده. المحاضره من اولها لاخرها في ايه؟ في حكم هؤلاء. يعني الموضوع كله على حول ايه؟ حول هذا الموضوع، حكمه في السويت اللي فات واللي ده واللي جاي ان شاء الله. صلاه المنفرد خلف الصف لا تصح الا اذا لم يوجد مكان. الرجل يعمل في القاهره ياخذ بيته الساعه 8 صباحا، هل يجوز ان يجمع بصلاه الظهر والعصر زي ما تقديم؟ هو شغله في القاهرة، هو من أهل الإسكندرية، يبقى وهو راجع قبل بعد وقت الظهر يجمع الظهر في القاهرة، نعم. عشان بيجي بعد الساعة 5. ويصلي المغرب العشاء عندما يرجع إلى بيته، نعم، يجوز له ذلك طالما أدركه المغرب أثناء سفره. لو رجع ما يعني إسكندرية قبل غروب الشمس يبقى المغرب في وقتها والعشاء في وقتها. خلاصة القول في البدوي والدسوقي. مش مهم. خلاصة القول إن هما إيه؟ انه مش مهم هم نفسهم ايه؟ زنادقه صالحين ما مكذوب عليهم. والله اللي بينقلوه الكلام اللي هم اهل الروايات بينقلوا كلام فظيع جدا وكلام يعني نفاق وزندقه، لكن ليس هذا يشغلنا. والنقول دي بقول لكم بدون اسانيد ايضا، يعني ما حدش يقول لا دي النقول دي صحيحه، عرفت منها صحيحه. ده اللي من كل الحكايات اللي من بعد عصر غير السنه اساندها بلا يعني قيمه في الحقيقه. بعد عصر غير السنه تعرف تجيب لي انت زي الاساتذه اللي هم بعض الشباب يروح يقول لك انا عايز اخد اسناد للكتب السته، وياخد اسناد ويبقى مليان ب 20 واحد، وال 20 واحد دول كلهم مجاهيل. قول لي مين اللي ترجم للناس من بعد مثلا يعني عهد البيهقي مثلا؟ ده من شيوخ البيهقي كتير مش هتلاقيهم مترجم لهم بالايه؟ مثلا من في كتب السنه كتب التراجم. فما بالك فيما بعد ذلك، يعني من عهود دي من هي منهم من شيوخهم يقولوا لا نعرفه، شيوخ الطبراني منهم من لا ايه؟ من لا كتير ما يعرفوش، فما بالك فيما بعد ذلك اللي راوي مثلا عن الطبراني واللي راوي اللي هم رواه الاحاديث، يعني ده يعني الكلام ده طبعا بالتالي هتقول لي الاسانيد دي لو جبت اسانيد ايه للبخاري الدسوقي
والبدل دول في ايه؟ في المئة الثالثة والسابعة، في المئة الثالثة تقريبا. فدول هتجيب لهم اسانيد اللي بينقلوا عنهم، هتجيب اسانيد من ايه؟ فانا بقول لك الحاجة دي مش مهم، لو كانت مهمة كان حفظت للأمة. فهم كانوا ايه؟ حسابهم على الله، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا. ولذلك القضية بإن ناس كتير قوي تقول لك إن إحنا عشان نهدم البلد سقوط الناس نهدم صوتهم عند ونقول حقيقتهم، وأنت خلصت من حقيقتهم وهو دي هدم صوتهم. لا، افترض إن هم من أصلح الصالحين، أنت بتحارب الشيخ مش بتحارب الشخصية نفسها. وإلا فالحسين لا شك في فضله وإمامته وله مقام في العراق، وعليه بقى بدر له مقام في العراق. القضيه قضيه عباده غير الله سواء كان صالحا او طارحا، فليست الاجابه يعني عن ما يفعله الغلاة في ان احنا او طريقه دعوتهم ان احنا نبين لهم حقيقتهم. حقيقه الناس دي احنا مش هنعرفها، هم ماتوا خلاص ولا دخل لنا باعمالهم. والمكتوب اللي بينقلوا حتى ناس من اتباعهم بلا اسانيد ايضا، انه بيحبوهم بس بيقولوا كلام ضلال بين. احنا نقول الكلام ده كلام ضلال، ولكن لا يلزم من ذلك ان هم يكونوا قالوا. الله اعلم بحالهم. لفظ الجلاله الله، هل هو مخلوق؟ هل يصح السؤال عن ذلك؟ اعوذ بالله، من قال ذلك خطر. اللي يقول ان اسماء الله مخلوقه، ان اسم الله مخلوق، كافر خارج من الله والعياذ بالله. اسم الله عز وجل هو الذي سمى به نفسه، وكلامه غير مخلوق، وأسماؤه غير مخلوقة سبحانه وتعالى.